يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هيا معنا من الآن ندخل. لماذا تحلق لحيتك؟ تتحب رسول الله؟ قال اللهم صل وسلم وزاد أزيد له صوفي الضمعنا توعي. طيب جزاك الله خير، لماذا تحلق لحيتك؟ قال والله اسمع الدين هنا، هذه محبة لرسول الله. لو كان الدين هنا كل واحد يصلي وما وش يعني سكتر سكتر، لكن الإيمان إذا وقر بالقلب صدقه العمل. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، اكرموا اللحى، حفوا الشوارب. الجماعة حلقوا اللحى وركبوا الشنبات، عاد يفتخر لو قال له شرب عاد عاد كذا. سبحان الله، أهذه محبة لرسول الله؟ الجواب لا، العكس ولا لا؟ آخر يقول والله يا شيخ كلامك صحيح لكن الزوج كلمة لا صغيرة. طيب وتشتدوا قاع مثله ما يصلح يا جماعة، ما يصلح. أنت تحب رسول الله لابد أن تتابعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أليس الله يقول كذا ولا لا؟ يحببكم. آخر قال أقول لك الصراحة أنا نحلق، أقول لك ما قدركش أصبر يبرشني برش. الله الله صبروا على قطع روس ما تصبرش أنا هيك. وليس هكذا، والله لو حصلت من الداخل كم من الناس كان صايع ضايع وبعد رجع نظر على أنه في خطر تنتين دموع يلا وربما سبب. لكن احنا نبكي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابكوا اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وانا نبكي احسن واحد لقاه يقرأ. واخر يقول موت الشمل لنا انا دين الخمسة قاهم. يعني اقول بارك الله فيكم، اخر يقول الإيمان هنا. طيب وصل ما بش كيف ما يصلح؟ قال يا أنا مرة عشان تنمى مقابل كما عادوا لابد لكم من يوم عادي حل دام عادي مقوش راه سبحان. وآخر يخففه كيف هما يخلي لك على مشاطير ولا ربع شاطي لا مو. قال يا أنت مو ومن هي مالا الحين مرة شدكم أنا صلي. طيب صلى جزاك الله خير لكن اتبع رسوله. قال ما هيش باللحية بس بو أصحاب اللحى وهم يحلقوا يا بس. أقول اعمل اللحية ولا تحلق بس مثل ما اعملها من أجل الله واجعلها محبة لرسول الله. أنت تبغى جنة، تبغى جنة، تبغى جنة أنت تخالف ما يصلح. لو أعطيك إلا ابنك تكاد أن تجب خطب الأرض. وأنت تريد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لماذا اقتصر؟ قال أخلي وصل أكون مع الناس كمان، لا من ديهم مرة يكنسوها كانت ولا من ديهم يعني كانوا مذبذب موت. ما يصلح، ما يصلح أصد. ليش نغالط أنفسنا؟ هذه غلط. أنت تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام تابعه بأقواله وأفعاله، وهو القائل عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. هذه ثقيلة.
لو وبعد ما عادك عندنا ما عادش عندك الزواج يحلق عند الحلاق ويدحس من رجله ويقول له نعيما ويزيد الدبيس حق ما يدحس ولحك مو يا جماعة اتقوا الله. كان في الزمن السابق إلى قبل 50 سنة والله كان لو أراد واحد أن يسب آخر يقول له حلق لحيته ايش تدخل الله يقول أن يحلق لحيته اليوم ما شاء الله يعمل لهم ذيك البادرة ومسحها وحد يقول له لا نظير هذه محبة. أتتم المحبة بالمخالفة؟ انظروا إلى مخالفة واحدة بس في غزوة أحد مخالفة واحدة قال لهم الرسول لا تنزلوش من الجبل ولو رأيتم الناس ما هم رأوا الناس قالوا الغنيمة وأنت راح ضحيتها 72 شيخ مخالفة واحدة واحنا كم مخالفة